الآن في بداية العمل في دستور البلاد. يا بلاد يا بلاد في جهاد وجلاد اطلعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفتن في ديما نسلطوا الأضواء على العديد من القطاعات. دولة لها علاقة بالخدمات للمواطن بشكل كبير جدا أو الخدمات شبه اليومية أو العاجلة. فالمستشفيات نحن نعرف دائما لازم تكون على أتم الاستعداد هي تستقبل حالات مرضية، هي أجهزة إذا كانت غرف للعمليات أو غرف المبيت طيلة فترة العلاج أو حتى يكون هناك أطباء موجودين طيلة فترات المستشفى. نحن اليوم حنحكوا على مستشفى صبرات التعليمي اللي يعاني من كثير من النقص، العديد من المعدات، أبسط إمكانيات حتى الكهرباء يتعرض لها العديد من المشاكل. فنحن باش نكونوا أكثر في الصورة حول هذا المستشفى التعليمي في صبراتة، معنا عبر التليفون الدكتور عبد الحكيم الشبلي. نقول لك صباح الخير دكتور. عليكم صباح الخير. طبعا بالتفريق مهندس مستشفى أهلا بك باشمهندس. معكم مهندس عبد الحكيم الشبلي رئيس مستشفى مستشفى صبراتة التعليمي. كويس. في بداية حديثي أهمي الشعبيين بكافة بمناسبة عيد الاستقلال يترحم على شهداء الأبرار والشفاء العاجل للحمل. سيدي فاضل، كل ما يعلم هذا النقص الشديد في المشغلات مثل قطاع الصحة وفي مشغلات مواد التغيير والأدوية والأجهزة الطبية. المستشفى صبرات يعاني منذ فترة طويلة من النقص الشديد، لذلك يعني الظروف الموجودة حولنا في المدن المجاورة، مستشفى صمام يعتبر نقطة، مستشفى جميع النقطة، مستشفى العجلات نقطة، مما أدى إلى حدوث تراكم كبير داخل مستشفى صبرات وتردد كبير جدا من المناطق المجاورة. كويس. سيد عبد الحكيم، يعني نحن تو قاعدين نشوفه في الصور للمستشفى، شفنا هو كيف يعني يعاني من العديد من المشاكل، لكن يعني علشان مختصر المستشفى اذا كان هو هذين كلهن عنده نقص فيهن، يعني تستقبلوا في حالات او شنو نوع الحالات تستقبلوا فيها؟ مثلا اسعاف، اشياء بسيطه، يعني ابر تعطوا في حقن للمرضى، اذا كان هي هذين كلهن مش موجوده في المستشفى. والله الاستقبال كل طبعا استقبال الحالات في قسم الحراري او الوزارات في الاسعافات الاوليه، وان كان بامكان استقبال الحاجه او يتم استقبالها، وان كان لا توجد امكانيات يتم تحويل الحالات من قبل اهل المرضى الى المصلحات الخاصه يعني. طيب سيد حكيم. نعم. سيد حكيم، ما هي المناشدة بصراحة من إدارة المستشفى لكل المسؤولين ولكل الحكومات الموجودة الآن في ليبيا؟ أنا يا أستاذ فاضل من إذاعتكم الموقرة أوجه ندائي إلى وزير الصحة والسيد مدير إدارة الإمداد بإمداد مستشفى صبرات أو بتزويد نسبة الأدوية للمحاليل والمشغلات وأمداد المستشفى بأجهزة لقسم المختبرات، أنا بحدث عن قسم المختبرات بين أعلى ما يعاني هذا القسم من نقص شديد وأعصار متكررة في الأجهزة، والأعصار هي في أعصار حدث في الأجهزة من انقطاع التيار الكهربائي، كثرة انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال وما إلى ذلك، أدى إلى ضرب إلى تعطيل معظم الأجهزة.
هل ناشدتم الحكومات يعني من قبل؟ شن كانت الردود؟ شن كان ردود اصلا المسؤولين عليك؟ والله يا سيدي الفاضل الردود كانت للاسف الشديد ما وجهنا خطابات الى وزاره الصحه حتى بان فواصل طبعا مدينه الحديده تعرضت الى كثير من المشاكل وكثير من الحروب ولم يتم تجديدنا حتى في اثناء فتره الحروب سواء كان ضد حرب داعش سواء كان ضد الميليشيات ولم يتم تجديد مستشفى فواصل بما يستحق من مستلزمات سواء كان من مستلزمات او من محاضر طبيه او من اي كويس باش مهندس وأكرر وأناشد وزير الصحة في أخذ الإجراءات العاجلة من أجل تجديد مستشفى فواصل لما يقدمه من خدمات ولو كانت بسيطة يا سيدي فاضل مقارنة بالمستشفيات الثانية. كويس سيد عبد الحكيم، وافق ديوان المحاسبة في طرابلس على 6 بنود يعني لحل هذه المشاكل في المرافق الصحية في صبراتة، هل رجعتم شفتوا يعني هل أنتم يعني ضمن هذه 6 بنود أن أنت توفر لكم أقل شيء الأشياء العاجلة؟ لأن أكثر قسم متهالك ويتحدث يعني ويعاني من 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 مشاكل هو قسم الولادة الحديثة، فحتى الولادة يعاني الكثير من المشاكل. هل يعني حاولتوا تشوفوا وين وصلوا بهذا الإجراء؟ لأن أعتقد بأن الولادة يعني موضوع لا يتأجل بعد يوصل حالات المستشفى، وين يمشوا بهن؟ بالنسبة لقسم النساء والولادة، قسم النساء والولادة يعاني ما يعني تقريبا كم مستشفى مع وجود يجب التركيز في جميع المستشفيات على أقسام الإسعاف والطوارئ وأقسام النساء والولادة بالذات في جل الحالات التي تأتي إلى المستشفيات تأتي حالات النساء والولادة حالات وضع في نفسه في حالات يعني في للأسف الشديد في ذكر بعض الطريق بعدم وجود شرف المستشفى وعدم وجود حاضنات أو عدم وجود بعض المستلزمات. سيد عبد الحكيم الشبلي رئيس قسم المختبرات في مستشفى صبراتة التعليمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المهمة جدا المتعلقة بمستشفى صبراتة التعليمي. ولكن للأسف كل قطاع الصحة في ليبيا بصراحة يعاني من نفس الأزمة، قلة الإمكانيات، قلة الموارد، قلة المستلزمات الطبية، قلة أيضا الأطقم الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات خاصة المستشفيات العامة، وأيضا الضغط المستمر على المستشفيات الخاصة جعل منها لا تقدم الخدمة للمريض بالشكل المناسب أو بالشكل المكتمل. وبصراحة معاناة القطاع الصحة في ليبيا حفيظة أصبحت تتفاقم والمشكلة ما لهاش حل، والحكومات الثلاثة يعني والحكومات حكوماتنا قعدت بصراحة يقفا بس للمشاهدة وأنه يتابعا من غير أي مساعدة من غير أي تقديم شيء على الأرض يكون واقع، لأن أزمة قطاع الصحة قاعدة تتواصل وكل مرة نتفاجئ بمستشفى توقف على العمل. يعني تو اليوم مستشفى صبراتة التعليمي مهدد بالوقوف على العمل كما سمعنا يعني. وفي نفس الوقت ممكن مشكلة مستشفى التعليمي صبراتة يعني المشكلة هذه طرحناها نحن بشكل أوضح شوية ممكن حول للناس يعني حول هذه المواضيع اللي تعاني منها من مشاكل في العديد من المستشفيات اللي في المناطق الصغيره جدا. مثال يعني مجرد بالضبط. حاله من حالات عديده بالضبط، يعني في العديد من المشاكل في المناطق الصغيره في مستوصف مرات تكون او عياده صغيره تعاني من كثير من مشاكل تهالكيه، وتحديدا نحن نحكوا على قسم نساء الولاده في اكثر من مدينه، حتى في بنغازي يعانوا في حالات ابراهيم في قسم نساء ولاده في بنغازي يقولوا لهم امشي جيب المعدات بتاعت الولاده اللي هي يحتاجها الدكتور في اثناء عمليه الولاده. يعني اوكي الدم ما علينا نقول الدم دائما يكون ناقص، يمشي واحد يجيب دم يبدلوه بكل واحد وفصيل الدم، ولكن معقول الشخص يوصل لمرحله هو يجيب حتى في الـ يعني ادق التفاصيل لها علاقه بالعمليه، وفي نفس الوقت حتى التغذيه. يعني اعتقد بان العديد من المشاكل ممكن الصحيه الواحد يقدر يتفاداها او يلقى لها حلول، ولكن الاشياء لها علاقه بالارواح الناس اعتقد موضوع جدا صعب. اكيد كل تعليقاتكم على الفيسبوك حنقروها بطبيعه الحال كيف ما نوهنا من بدري. نحن طالعين على صفحه القناه 218 تي في على الفيسبوك لايف، وتقدر تشاركونا
بتعليقاتكم فيما يخص وضع المستشفيات، ويقدر كل حد بحسب مكانه ومنطقته يحكي لنا على معاناته في القطاع الصحي المتواجد في هذه المدينة. وبدوري أنا وأيضا حفيظة حنقرأ كل التعليقات فيما يخص هذا الموضوع، ولكن أغلب التعليقات بصراحة الموجودة تتعلق أو تعيد على عيد الاستقلال. أكيد بالضبط. عيد الاستقلال نتمنوه يكون تكون هذه السنة سعيدة على ليبيا، تكون هذه السنة مليئة بالأمن والأمان. شو عندك حفيظة؟ يونس يسكي يقول صباح الخير، نهني بعيد الاستقلال ليبيا. وعبدو سلامة يقول صباح الخير، نهني الشعب الليبي بعيد الاستقلال. وأيضا ناني يقول صباح الورد، نقول صباح الأنوار. هشام صباح النور. أيضا أحمد يقول صباح الخير عليكم جميعا. أكيد العديد من المستشفيات تعاني من هذه المشاكل، مش بس حتى في صبراتة، في أكبر المناطق زي طرابلس وبنغازي، هذا حكينا عليها. أنا في كثير من المستشفيات تعاني من نقص أو تعاني من قلة الاهتمام الجهات المعنية في هذا الموضوع، زي مثلا وزارة الصحة أو حتى يعني الحكومات بشكل عام، هي لازم يكون في صيانة زي ما في الدول المتقدمة أن هي تقوم بصيانة العديد من المستشفيات بعد فترة وفترة، وهذا اهتماما منها على صحة المواطنين. صحيح. مشاهدينا كيف ما نحن نوهنا يعني كل هذه التعليقات حنقروها بطبيعة الحال، ولكن أكيد حنمشوا إلى فاصل قصير، ونحب نذكركم أيضا برقم الخاص للبرنامج على الواتساب اللي تقدروا تشاركونا به بكل مقاطعكم وفيديوهاتكم وأيضا مواضيعكم اللي أكيد نحن كل الفخر لنا أن تكون من ضمن إعداد برنامج الصباح. فاصل قصير جدا، الصباح مكمل معك.